والسادة، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. بداية نستهلها بأبرز العناوين. أمن ساحلي حضرموت يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني. تربية حضرموت الساحل تنظم ورشة عمل للمرشدين الصحيين بمدارس التعليم العام بمديريات المحافظة. ورشة عمل لاستعراض نتائج دراسة مؤشرات تمكين المرأة في حضرموت. أهلا بكم. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فريس سالمين البحسني تعميما لقرار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رقم 15 للعام الجاري، حيث قضى القرار المعمم بتكليف الأخ المهندس سالمين عبود المعاري مديرا عاما لفرع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمحافظة حضرموت. نظم فرع مصلحة الدفاع المدني التابع لإدارة أمن وشرطة ساحلي حضرموت حفلا خطابي وتكريمي احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار سلامتكم غايتنا في معسكر النجدة وبرعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت. وخلال الحفل أشار محافظ حضرموت بالدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للإسهام في عملية التطوير المستمر لمنظومة الأمن، وشدد البحسني على ضرورة تأهب رجال الدفاع المدني وجاهزيتهم الكاملة على مدار 24 ساعة. بدوره أوضح مدير أمن ساحلي حضرموت العميد منير التميمي أن إدارة الدفاع المدني استهدفت المدارس والتجمعات السكنية في حملة توعوية منظمة للسلامة من الحرائق وكيفية إخمادها والتعامل مع الكوارث الطبيعية الأخرى، مؤكدا افتتاح فروع للدفاع المدني في عدد من المديريات. وجرى خلال الحفل تقديم فقرة مسرحية توعوية وعرض خاص لرجال دفاع المدني أظهروا فيه جاهزيتهم واستعدادهم الكامل لمواجهة المخاطر من خلال قيامهم في الميدان بالسيطرة على حريق في إحدى السيارات التالفة. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون أن مجال الصحة المدرسية خلال الثلاث سنوات الماضية تحقق فيه الكثير من الإنجازات على مستوى البنية التحتية كأفضل صحة مدرسية على مستوى الجمهورية. وأضاف الوكيل عبدون في مفتتح كلمته بأعمال ورشة العمل الخاصة بتدريب المرشدين الصحيين بمدارس التعليم العام على مستوى مديريات ساحل المحافظة أن هذه الورشة استهدفت ما يقارب أكثر من 100 كادر من عينات المرشدين الصحيين والمتخصصين بالصحة المدرسية بالمحافظة إلى جانب الإدارات التربوية والتعليمية بالمديريات، كما استعرض جملة من الأهداف التي ستخرج بها الورشة في توفير الخدمات الصحية في مدارس مديريات جديدة وتحسين مستوى الأداء وتفعيل أقسام الصحة المدرسية وتنفيذ برامج التوعوية الصحية. وتخللت الورشة تقديم ورقتين حول الصحة المدرسية وإنجازات وخدمات ملموسة وتعزيز دور المرشدين الصحيين بمدارس التعليم العام، إضافة إلى مداخلات من قبل المتخصصين بأقسام الصحة المدرسية بمديريتي الشحر وغيبة وزيرة. أجرت السلطة المحلية بمدينة المكلا اليوم القرعة للمستفيدين من مشروع خليفة سكنية بمنطقة فوة المتضررة من كارثة السيول عام 2008. وحضر مراسيم القرعة مدير عام المكلا المهندس عوض بن هامل ومدير صندوق الإعمار المهندسة فائزة بن ثابت، وذلك حرصا على أن تتم العملية كاملة دون أي إشكالية. وأشاد بن هامل بجهود العاملين الذين بذلوا الكثير حتى تم الانتهاء من إجراء القرعة بسلاسة دون أي معوقات. أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت القرب من الانتهاء وإنجاز أعمال مد خطوط نقل التيار الكهربائي لمحطة الديسي الشرقية الجديدة. ويبذل المعاملون في مؤسسة الكهرباء منذ أكثر من أسبوعين وذلك لاستكمال ربط خطوط نقل التيار الكهربائي وتركيب الأعمدة
ومد كيبلات الضغط العالي والمنخفض لإدخال محطة الديس الشرقية الخدمة خلال فترة الصيف المقبل، وذلك بتوجيهات من المهندس مازن عبد الحكيم بن مخاتن مدير عام المؤسسة، لينعم أهالي وساكني مديرية الديس الشرقية باستقرار التيار الكهربائي وتجاوز الانقطاعات المتكررة وارتفاع الأحمال. دشنت فرقة التوعوية الثقافية صناع البسمة التابعة لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت أولى فعالياتها التوعوية الثقافية بعد قرار التأسيس الصادر من محافظ محافظة حضرموت بإنشاء الفرقة، حيث قدمت الفرقة مساء الجمعة مسرحية الضحية على خشبة مسرح كرنفال حضرموت بمنطقة فوة المنصة، والتي تأتي تزامناً مع الاحتفال بعيد المرأة في 8 من مارس وكذا عيد الأم 21 من مارس. وعالجت المسرحية في مشاهد كوميدية هادفة زواج القاصرات والآثار السلبية والصحية التي تتعرض لها البنت القاصر بعد الزواج، وتخلل الاحتفالية تقديم وصلة غنائية للفنان وسامبا مطرف من التراث البحري الحضرمي وأخرى للفنان سالم البكري من كلمات الشاعر حسين أبو بكر المحضار، بالإضافة إلى تقديم أغنية من كلمات شاعر الفرقة سعيد بن عبيد الله كتبت خصيصا وتغنى لأول مرة بمناسبة عيد الأم. اختتم مدير مكتب الزراعة والري بسيون المهندس سالم خباه البرامج التدريبية بالقطاع الزراعي بمديريتي تريم وسيئون، وذلك بتنفيذ نزول ميداني للمزارعين المستفيدين في مديرية سيئون وعددهم 50 مزارعا. وتأتي هذه الدورات والبرامج التدريبية من ضمن البرامج التدريبية بالقطاع السمكي والزراعي بالمشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وخلال عملية الختام أشاد مدير مكتب الزراعة بمشروع تحسين سبل العيش ومركز الملك سلمان للإغاثة وإتلاف الخير للإغاثة على مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ومعرفة الطرق الحديثة للتغلب على الآفات ومكافحتها. دشنت مؤسسة حجر التنموية اليوم مبادرة سد النقص في الكتاب المدرسي لطلاب الصف التاسع والثالث الثانوي في مجمع الزبيري التعليمي ومدرسة 30 من نوفمبر بالجولة. المبادرة التي تنفذها مؤسسة حجر التنموية بمساهمة مجموعة من رجال الأعمال والفاعلين الخير، والتي قدمت خلالها المؤسسة أكثر من 750 كتابا، وبلغ عدد المستفيدين منها 340 طالب وطالبة في عموم مدارس مديرية حجر. وعبر المدير الإداري والمالي لمؤسسة حجر التنموية وجدان الشادلي عن أسفه لشحة الموارد المالية التي لم تمكن المؤسسة من تغطية النقص في الكتاب المدرسي لجميع الصفوف والعمل بمبدأ الأولوية، فقد تم تخصيص هذه المبادرة لطلاب الصفين التاسع والثالث ثانوي كونهم مقبلين على امتحانات الشهادة. نظم دار المعارف للبحوث والإحصاء ومركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة حضرموت تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة ورشة عمل خاصة بتدشين نتائج دراسة مؤشرات تمكين المرأة في حضرموت. وفي مستهل كلمته بالورشة أعرب وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي عن سعادته بالشراكة الفاعلة مع جامعة حضرموت ودار المعارف بتبني الدراسة النوعية والعلمية والبحثية التي تحتلها المرأة في المجتمع. بدورها أشارت مديرة مركز المرأة للدراسات والبحوث الدكتورة أحلام بن بريك إلى أهمية هذه الورشة في استعراض كامل وشامل لنتائج هذه الدراسة عن المرأة في حضرموت، فيما تناول رئيس دار المعارف للبحوث والإحصاء سعيد بكران المراحل التي مرت بها هذه الدراسة البحثية في اختيار المديريات المستهدفة والمرافق الحكومية على مستوى الساحل من خلال المساح. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أمن ساحلي حضرموت يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني. تربية حضرموت الساحل تنظم ورشة عمل للمرشدين الصحيين بمدارس التعليم العام بمديريات المحافظة. ورشة عمل لاستعراض نتائج دراسة مؤشرات تمكين المرأة
في حضرموت. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.